في حاجه بتبقى محيره الاهالي، هو انا ابقى حنينه على الولاد قوي ولا ابقى حازمه؟ هو انا ادلع وهنن وطبطب ولا ادي اوامر؟ يعني عارفه الحاجات دي بتلتبس عند يعني الابهات والامهات، لدرجه ان في ابهات وامهات بيقسموا الحكايه دي على نفسهم، الام تطبطب والاب يهزق او يبقى شديد. انت فين من المعادله دي، الطيبه قوي والدلع ولا الحزم؟ او انا بخاف قوي من حته ان احنا نحصر الاب في دور الشده، بجد ده بيضعف دور الاب في البيت. يعني مثلا الام تقول ايه لما يجي بابا، انا هقول له هيضربك هيعرفيهم فيه. احنا بنحط الاب في حته وحشه جدا. عشان كده انا دايما بقول للامهات ارجوكي، طب نخوفهم ازاي؟ ما تخوفوش، لا احنا مش محتاجين نخوف. بس هقول لحضرتك على حاجه، احنا محتاجين الاثنين، وانا وجوزي نعملهم، يعني انا الاب والام يعملوا، اللي هي الحنيه مع الحزم او التعاطف مع الحزم. يعني ايه؟ يعني انا مش هفضل حنينه طول الوقت اقول لك اعمل انت عايزه، ما فيش حدود، اكسر اللعب واجيب لك 10 غيرها ما يهمكش، رد على الناس وما فيش اي بتبوظي. ببوظ دي، ده الدلع الزياده. او لو انت مش قادر تحضر شنطتك انا هحضرها لك، او لو مش قادر تعمل ساندوتش انا هعمله لك. لا، طالما هو يقدر يعمل لازم يعمل. ده من رب طفل مسؤول، مع الاحترام يعني. وانا بعلمه ده ما هنوش، ما اقولوش ايه اصلك انت فاشل، اصلك انت قليل ادب، اصلك انت، يعني اقلل منه. يعني انا ممكن اعمل الاثنين، انت دي مثلا دي مسؤوليتك ان انت المفروض تعملها، احنا متفقين ان انت اللي تحضر الشنطه بتاعتك ودي مسؤوليتك. اوكي، تعبان النهارده انا هعملها لك مره. يعني اقصد ان الواجبات ما تمحيش الحنيه. لا، الحنية الحقيقية هي اللي بتربي صح وتخلي الولاد يبقوا مسؤولين. لكن عارفة مش الدلع بقى، هي في فرق المرق. الحنية اللي هو يبوظ، اللي هو ما تعملش حاجة خلاص انا هعملها لك، ما تزعلش. دي في امهات بتكذب علشان خاطر تطلع ولادها من مشاكل. طيب، هم عملوها. امل، سؤال، الاحضان والتاتش دي وكلمة بحبك وبموت فيكي والحاجات دي بنقولها لاولادنا، هل دي تبويظ ولا دي ضرورة؟ لا، دي ضرورة. ضرورة، دي ضرورة بس للولاد، عشان الولاد بيتظلموا. عشان في امهات بتقول لي باباهم بيزعل لما انا بحضن ابني او ابوسه. لا، ده لازم يبقى راجل. لا، دي ملهاش علاقة، دي احتياجات نفسية زيها زي الاكل والشرب. لو انت خايف او حد خايف ان هو يبوظ ولاده، ما يعملش اللي هو ايه، انا هجيب له كل حاجه زي ما هو عايز، هشيل مسؤولياته، ان انا اصحح اخطائه من وراه. دي بجد اللي بتبوظ الولاد. لكن الاحضان والحضن زي ما بتاكل ولادنا ونشربهم، لينا دور ان احنا نحضنهم ونطبطب عليهم ونبوسهم. عارفه يا امل، يعني ساعات بفتكر كده في بعض الولاد الشباب اللي هو في سن عارفه 15، لا والله و12 و13 وكده، بيكسفوا لما مامتهم تبوسهم او لما تعالي روحي. ايه ده؟ ايه يا مامي ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ يعني ليه بيحصل؟ لا، ده نوع من انواع الرفض للطفوله، وان هو بيطلع بقى لان هو يبقى تعبير عن هو بيكبر بقى. أوكي. لكن هو طب اعمل ايه؟ رد فعلي انا كأم يبقى ايه؟ نحترم ده ونطبطب بس. يعني ممكن نبدل دي بالطبطبه. يعني بس لازم تاتش، لازم يحصل تواصل. لكن زي مثلا الامهات، تعالى يا ابني ده انا مامي، تعالى في حضني، يعني ما اعملش كده؟ لا لا، انا احترم الحته دي، لا هي مرحله وبعد كده هتلاقيه رجع لحضنك تاني. يعني لما بيكبروا بقى ويخلصوا مرحله المراهقه دي وتاكدوا بقى ان هم بقوا رجاله. انا كنت احضن بناتي غصب عنهم، يعني ايه يا مامي بقى اوعي، لا هحضنك برضو. فساعتها بيضحكوا وبعدين، بس بحس في الاخر ان هم بيفتكروها. يعني بتشبعهم بالرغم من ان هم معترضين.